ايتها الابو فهد، هذه لترجع للحاره والله. الله حيق ابو فهد. شو بكي؟ ليش مبوز مخير؟ لك انا بس بدي افهم شو قصه اخواتك معي؟ ابن عمي انت لازم تلاقي لهم حله، يا اما خلينا نروح نسكن ببيت لحالنا ونخلص بقى. ليش شو بهون اخواتي؟ شو شو بهون ابن عمي؟ كل ما اغسل الغسيل يكبوا لي مي وسخه على الغسيل. تفضل شوف. شو هالحكي؟ اكيد. شو قصدك ابن عمي؟ انا كذابه؟ لك لا يا فريال، بس يعني ليش احدى اخواتي يعملوا هيك؟ بعدين شو عرفك انه اخواتي هن بيعملوا هيك؟ بالله ابن عمي هي مو اول مره بيعملوها فيني، هي ثالث مره. ثالث مره؟ ايه. يا سعاد يا نوال. نعم اخي. ليش هيك عم تعيط؟ صحيح انكم عم تكبوا مي وسخه على غسيل فريال؟ يوه معقول هالحكي لك اخي؟ مستحيل مستحيل لك اخي، معقول هالحكي؟ ليش نحن مو مربيين لنعمل هيك شي لك اخي؟ لا حبيبتي التربايه واضحه. شو قصدك؟ قصدك شو؟ لا قوي، انت بتعرفي كثير منيح شو قصدي. ليكي فريال بلا طول لسانها احسن لك. انا طويله لساني يا نص لسان. لك خلصتوا؟ ما بدي اسمع ولا صوتها. حتى انا ابن عمي؟ انت؟ لا فريال، يعني انت شو دخلك؟ لك شو اخي هالحكي؟ قلنا قلنا هالحكي اخي. لا 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 كمان، انتو شو دخلكم؟ اي والله ماني قاعده بهالبيت ولا ثانيه. دربي سد ما يرد. فريال لوين رايحه؟ مو انت اللي قلت ضربي سيد ما يرد، يعني روح لوين ما بدي. اه فكرتك رايحه لقرني تاني. لك يا خلصنا بقى، طولي بالك لاني انا ماني عم فهم عليك شيء. اخ شو خلصنا؟ بنات حماي هالحياه قاعدين عم يشتغلوا فيني، والانكى من هيك ابو فهد ما عم يحرك ساكن. بتضحكي؟ عم بضحك لانه انا كنت متجوزته لابو عبده وبعرف كل شيء. حبيبه قلبي يخرب بيته شو غلظه. ايه والله 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 ماني قعدت لهم بهالبيت ولا ثانيه. بتتخيلي كل ما انزل اغسل الغسيلات بكبوا لي مي وسخه على الغسيل؟ بس انا ماني عارفه انت ليش بتحملي كل هالشيء. يا الله يا فوزيه، شو بدك يعني اتطلق منه ويقولوا عني الناس مطلقه؟ ليش بها المطلقة يا بعدي؟ ليكني عين الله علي، على القليلة ما في حدا بيستعبدني. ما بها شي المطلقة، ما بها شي استرينا. هلا المهم اطلعي من راسي ولاقي لي حل تاني فوزية. خلص، لح خليكي تخلصي من بيت حماكي. شلون بدي اخلص منه؟ دقيقة واحدة بس. شو بدها تعمل هالمجنونة؟ والله ما عم بفهم عليها. مسكي هذا المسدس بيسع 10 طلقات. ايه بس انا بنات حماية تنتين. اخي رجعت؟ رجعت اخي؟ شو شايفة؟ فكرتك رح ترجع تطلع، قلت بحط لك شي لقمة تاكلها، شو رأيك اخي؟ اخي شو رأيك؟ مالي نفس، فايت على غرفتي ريح. ايه مثل ما بدك اخي، تفضل مثل ما بدك. شو بو؟ شو بيعرفني؟ صايرة أخلاقه براس مناخيره، براس مناخيره صايرة أخلاقه. ليش أنت شو قلتي له؟ شو قلت له؟ قلت له أخي حبيبي حط لك لقمة تاكلها. إيه. لك شو إيه؟ ما شايفتي معصب؟ قال لي لا بدي أرتاح بالغرفة. إيه خلاص تركيه بحاله معناتها. ولك شو شايفتيني؟ ماسكته بشرواله وبشرواله ماسكته. لك إيه شو بكي أنت التانية؟ شو القصة عندكم بالعيلة وراثة يعني؟ إيه ستي وراثة وبكرة بتنعدي، شو رأيك؟ امشي أنت. لك امشي. فريال توقعت انك رح ترجعي، والله اصيله يا فريال اصيله، اشتقتي لي ما هيك؟ ولو ابن عمي الدم عمره ما صار مي، ولا العين بتعلى على الحاجه، ولا حتى الاطفر بيطلع عن اللحم. شو قريانه كتاب امثال شعبيه فريال؟ لا تقبرني، ولو محبتي الك هي اللي عم تخليني احكي هالكلام.
والله رجعتك عندي بتسوى 1000 ذهبة فريال. إذا بتسوى 1000 ذهبة هات لك 10 ذهبات على حساب ابن عمي. إيه عم بمزح معك، تعال حقني مشتقت لك. لك أنا اشتقت لك ابن عمي. لك يا روح ابن عمك أنتي. طمني عنك. إيه والله والله حاسة حالي غريبة عنك. عن جد فريال؟ إيه ما طلعت برات بيت أهلي وأنا ناطرتك لتجي تاخدني. عن جد فريال؟ وحتى سألت عنك كل الحارة بس تقول أخبارها وقفت على قصة الجرة. عن جد فريال؟ جرة شو؟ يوه ابن عمي، إيه ما سمعت بقصة الجرة المسروقة؟ الحارة كلها عم تحكي فيها. بلا سمعت بهيك قصة بس ما عرفت التفاصيل. هذا يا سيدي وما أنت، أنا مثل ما سمعت أنه في جرة مسروقة من بيت العقيد، بس أكتر من هيك ما سمعت. توقعت أنك أنت بتعرف، مو أنت الرجالي اللي بتطلع وبتفوت، يعني لازم تعرف أكتر مني. إيه والله الحارة كلها ما بتعرف شي عن قصة هالجرة. ابن عمي يعني هذا الشي مانو غلط؟ ما طلع له شي زلمة يسأل الزعيم شو قصة هالجرة بقى؟ إيه ما حسيناها قصة محرزي. حبيبي أنت المحرز. ما فهمت. يعني أنا شايفتك أهم زلمة بالحارة وأنت سيد الرجال تقبرني، يعني إذا أنت ما سألت مين بده يسأل؟ أبو حدة الأجداب ولا أبو عبد النسونجي؟ كمان ما فهمت. أنت بتلبق لك الزعامة عليهم بس القصة بدها شوية مبادرة، يعني إذا أنت بتجمع الرجال وبتبادر وبتروح باتجاه الزعيم وبتقله فهمنا شو قصة الجرة، نحن رجال الحارة مالنا رجل كرسي، هيك بتعمل حركة بين الزلم بتخليك الأول عليهم، وهي أول خطوة باتجاه العقيدية، لأنه باينته هيبة العقيد بلشت تمحي من بعد قصة سرقة الجرة. يعني بصراحة أخي أبو فهد أنا حسيت بهيك شيء بس ما عرفت شو بدي ساوي. هلأ اتركنا من الحكي أبو طلعت واسمع مني هالكلمتي، نحن ما لازم نسمع لا من القريب ولا من الغريب، نحن لازم نعرف شو عم بيصير بالحارة، لذلك بس ابعت لك خبر بتروح معي لعند الزعيم مشان نعرف شو صاير. بعدين شو البلبلة هي يا أخي؟ معقول قصة جرة تشغل بال رجال الحارة ونحن ما نعرف شو أساس القصة؟ ما بصير يا أبو طلعة. معك حق، يعني أنا بدي أفهم شغلة واحدة، إنه نحن رجال بهالحارة ولا نسوين؟ لك أنت سيد رجال، لك أبو طلعة سيد رجال، وأنا صرت لافف على كذا بيت والكل وافق معي. حلو تمام. دخلك بدي أسألك، انحلت مشكلتك مع مرتك؟ والله يا أبو طلعت يعني الحقيقة صار في مشكلة تانية، ومشان تنحل المشكلة التانية لازم تنحل المشكلة الأولانية. شو المشكلة التانية؟ لك مشكلة الجرة، لك أبو طلعت شبك مشكلة الجرة. إيه معك حق معك حق.